ما قال الله تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فسر المفسر أي رئيس المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقرأ في قراءة أخرى أنفسكم أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه وأشرافه من بني قريش وبنو قريش أفضل قبيلة في العرب ولهذا فسر المفسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أنفسكم أي أخياركم وأفضالكم سبحانه وتعالى وأشار الله سبحانه وتعالى إلى مولد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم كما جاء في سورة الصف بلسان عيسى ابن مريم قال الله تعالى بلسان عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أي قام عيسى عليه الصلاة والسلام أمام الحواريين قائما ويقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ومصدقا لما أي أنا مصدق ما جاء من التوراة والزبور والإنجيل وأنا مبشرا يعني أنا أبشركم برسول أي برسول محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان الله يقول سبحانه وتعالى يأتي أي سيأتي من بعد اسمه أحمد سبحان الله وأشار الله سبحانه وتعالى بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم كما قال الله تعالى في سورة آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين بين الله سبحانه وتعالى يا أيها الأنبياء يا معشر الأنبياء أنا أخذت منكم إقرار أي ميثاق النبيين في عالم الأرواح أخذ الله ميثاق النبيين يعني سيأتي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم وعليكم لا تؤمنون به أي تؤمنون على دين حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله ويقول سبحانه وتعالى عليكم يا معشر الأنبياء لتنصرنه يعني أنتم تنصرون حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فبعدين قال الله تعالى أأقررتم وأخذتم يعني أنا أريد منكم يقول سبحانه وتعالى أنا أريد منكم الإقرار الميثاق قالوا الأنبياء معشر الأنبياء من آدم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى روح الله قالوا جميع الأنبياء أقررنا يعني صدقنا يا رب العالمين إن شاء الله سنؤمن عليه وننصره سبحانه وتعالى يا رسول الله سنة الجماعة زندہ باد دشنے جلو
জিন্দাবাদ 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 ان الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق يعني الموعد الميعاد الاقرار من جميع الانبياء في عالم الارواح في عالم الارواح عليكم عليكم يا معشر الانبياء تؤمنون على حبيب محمد وتنصرون على محمد قالوا اقررنا وقال تعالى فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين سبحان الله واذا قرانا القران سنجد ادله كثيره على مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فيها هذين في هاتين الايتين قال الله تعالى جاءت يعني يجيء اليكم أربعة نعمة موعظة شفاء ورحمة وهدى ونبينا نبي الرحمة هو رحمة للعالمين كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله في هذه الآيات الكريمة كما فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى هي رحمة رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلذا علينا قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فعلينا أن نفرح بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتلاوة الأحاديث بسيرات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة نسبه الشريف هكذا وإذا نظرنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أحاديثا كثيرة على مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن وسيلة ابن الأسقى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من ولد بني كنانة قريشان واصطفى من ولد قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بنفسه بين مولده بنفسه وإذا نظرنا إلى حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيادي لياء الحمد وآدم ومن سواه أنبياء عليه الصلاة والسلام لواء الحمد سبحان الله وإذا نظرنا إلى حديث آخر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وإذا نظرنا إلى حديثه الشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم احتفال بنفسه مولده الشريف وإذا نظرنا إلى الشعراء يعني آلاف الشعراء صنف كتابا كثيرة على مولده الشريف صلى الله عليه وسلم كما قال عامر الشعراء سيد أحمد شوقي المصري قال ولد الهدى فالكائنات ضياء
ফামুজ্জামানি তাবাসসুমুন ওয়া সানাউন ওয়াইযা নাযারনা ইলা শায়রিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু هو يقول وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وقال الشاعر ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وقال الشاعر وشق له من اسمه ليجله فضل عرش محمود وهذا محمد سبحان الله وقال الشاعر آخر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توي قصة مختصر سبحان الله وإذا فكرنا بالقرآن والسنة أحاديث كثيرة أدلة كثيرة في الكتب السنان وفي القرآن الكريم على احتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأعزاء أيها المعلمين والمتعلمين أقصر خطبتي بالقرآن الكريم قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك سبحان الله وقال تعالى إذا ذكرت ذكرت معي وإذا نظرنا إلى الصلاة هنا تشاهد لا يقبل الصلاة بالتشاهد لا يقبل الأذان بدون محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل جميع الأعمال بدون محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل كلماتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون لا محمد رسول الله فعلينا أن نتبع فعلينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبنا السليم نسأل الله التوفيق نسأل الله محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة حبيبك محمد اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين